نتوج مسلسل مصالحة بمسلسل مصالحة ثقافية. نحن رغم التعب الشديد الذي نحس به كفاعل كامل، رغم ما تجثمت الفريق والسلطات ولجنة التحكيم معنا، فمدينة الناظور تستحق كل هذا لنا. تستحق أن يكون مهرجان بمقاييس دولية. تستحق أن تكون كان إفريقيا. تستحق أن تكون نموذجا للعنقاء، للريف الذي نهض من أعماق النسيان. تستحق أن تكون أضع نفسي في مكان لجنة التحكيم من المؤكد أن كان لها يعني شغل كبير من أجل أن تعطي لنا اسم فقط. إجراءات طيلة الأيام. قربنا مفهوم السينما إلى الناس. الصديق جرار قام بورشات مهمة، كنا قد خصصنا لها فقط ساعة فأصبحنا في 6 ساعات، ما يعني أن الشباب متعطش إلى اكتشاف جديد للمهن. مهن السينما. القول بأن الشرط الأساسي هو إيجاد تصور ثقافي شامل وليس تصور حزب ضيق للثقافة. ضروري أن نميز كما قلت في البداية. Ces films, ils ont fait le tour du monde. Ces films, ils ont fait plus de 900 000 spectateurs. Le film Et après, il a fait 900 000 spectateurs. Et c'est rare, c'est très très rare qu'un film marocain ait ce public de 900 000 spectateurs. Mohamed Ismail, c'est l'homme généreux, l'homme responsable. Et pas chichma. تضوي علينا ما نبغيهمش يطفيوها، ستبقى تضوي علينا حتى لان الفول كان عندي وحدي اذا نور نور من الزمن. افلام الشمع وافلام المشمش الذي من جمعية الافلام ما كانش هذا لأن ما كتخش في هذا السينما اللي هي أفلام تلفزية. أنا عشت الآن أحلي مصري ما عندهاش ولا كان كل أكثر من هذا القدر. العشق بالمرارة يعني باش نوصلها للجمهور اللي كان عمرو الاول والاخير، يعني هدفي الاول والاخير هو انه نوصل رساله للجمهور. اشكر الجمهور.